او 80 ونص اللي هو التمويني، ايوه، وتكلفه رغيف الدقيق من 72، وتكلفه رغيف الدقيق المخلوط ب 10% و20% من الذره الرفيعه. لقيتوا ايه النتيجه؟ وتوصلنا الى انه هو الاقل. طب السؤال، طب ما حد يسالني يقول لي طب ما هو الذره هيتكلف الرفيعه كام يا دكتور؟ مش مخليني من مش مش بقول ارقام فخامه. الرئيس اجاب على كل حاجه جنيه وربع، وبالتالي انا لا، جنيه وربع اللي هو موجود دلوقتي. انا هكون اقل من الجنيه وربع. الذره الرفيعه كام؟ طب السؤال هنا، السؤال هنا هو ليه طلع ارخص؟ لان دي حته تكنولوجيه فنيه ما حدش كتير يعرفها. لان انا عندي في المخابز حاجه اسمها البلاغ، عدد الاقذفه اللي بتنتج من ال 50 كيلو. كويس؟ فهنا كانت رغم ان سعر الذره اغلى، بس عدد الاقذفه اللي بتنتج كانت ايه؟ كانت اكثر من القمح، وبتنتهي القمح 87 او 72، فبالتالي قللت عندي تكلفه الايه؟ انتاج الرغيف. عندي نقطه ثانيه مهمه جدا. عملنا تجربه، التجربه دي اسمها التقييم الحسي، بس ما اعتمدناش على العلميين بس، يعني ما جيناش قلنا القائمين في المعهد هم اللي يعملوا التجربه. ايوه. لا، احنا بدانا ندي للباشمهندس محمد خبز واخده على مستوى بيته ونسمع مردوده. ايوه. بدانا نوزع على بعض الزملاء او المواطنين العاديين. دكتور شاكر، خبزته العيش ده. عملنا تجربه في المخبز البلدي بمعهد بحوث التكنولوجيا الاغذيه. كويس. وهذا المعهد هو تابع لمركز البحوث الزراعيه ووزاره الزراعه المصريه. يعني احنا عملناه في المعهد، عندنا مخبز بلدي، مخبز عادي. كويس. يعني بنشتغل فيه من زمان وهو موجود والكل يعلمه. كويس. فوزعته عشان تعرفوا انطباعات الناس. انا كعلمي هقدر اقيم وممكن اخدم، لكن وعامل التجربه قد يكون عندي ميول. لكن انا عايز حد مجهول اخر. كويس. ما يعرفش ايه الرغيف، ما يعرفش الحكايه ايه، ولا يعرف نسبتها ايه. كويس. اتفضل دوق وقول لي ايه رايك. وخد لمده يومين وقول لي ايه رايك. وعندي دراسات اخرى معمليه انا بعملها، حاجه اسمها البياس او السيلينج او الطراوه، انا عايز اعرف الرغيف ده يقعد طرى قد ايه. لان احنا بطبيعتنا ما بنحبش الرغيف يبقى طري وينشف ونيجي ناكله، مش هيبقى مقبول بالنسبه لنا. نعم. وهيبقى فيه فاقد كتير جدا. نعم. فبالتالي عملنا التجربه دي وكان رد الفعل كالتالي. ايوه. انه بعض المستهلكين كان عندهم نسب اللي هم مرضى بالسكر، ربنا يشفي الجميع يا رب، قالوا ان احنا الحمد لله في استقرار نسبي. الحته الثانيه كان في بعض الناس عند او المواطنين او المستهلكين او اللي اجروا معانا تمام، عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. تحسن اداء الجهاز الهضمي رغم ان هم مثلا مده 3-4 ايام. حضرتك بتقول لي على نتائج. دي نتائج حقيقيه في ايدينا موجوده عندكم، مش مجرد ان انا بقول. عظيم. اتفضل يا دكتور، كلام على مسؤوليه سيادتك. حتى ممكن يؤكد ذلك الباشمهندس محمد لما يجي عندنا، هيكون معايا بعد شويه. هيقول لك لا، انا جزء التخصصي ده عايز سيادتك تتكلم فيه بتفاصيل. اتفضل. ما هو هنا، طب هو ايه اللي حصل؟ طب احنا زمان انت حضرتك عملت وحضرتك كنت بتتكلم قبل ما نعمل المداخله مع حضرتك، بتتكلم ان احنا في الفلاحين زمان، ويمكن انا من ناحيه الدلتا شويه، فكنا لازم كل فتره ناكل ذره. ايوه. فكانوا يقولوا لنا ليه؟ يقول لك حاجه بيخشن المعده بتاعتك. طب ايه القصه؟ كلمه تخشين المعده علميا تفسيرها ايه؟ انا عندي حاجه اسمها الجلوتين في القمح والشعير، ده مش موجود في الذره. هذا الجلوتين بيعمل مشاكل الى حد ما في الجهاز الهضمي، وخاصه الاغذيه المبطنه للامعاء. مش موجود عندي في الذره، وبالتالي عدم توجه فبيساعد لي، ونسبه الالياف المرتفعه دي فبتنشط لي من اداء حركه الجهاز الهضمي وحركه الامعاء، فبتنشط الجهاز الهضمي كله. ما عنديش بروتين بيعير ولا بيترسب لي على الاغذيه المبطنه للامعاء. نسبه السكريات والنشا بتاعته، السكريات اقل من اللي موجوده في القمح، وبالتالي بيقدر يساعد لي ويسهل لي عمليه الهضم بسهوله، وبنشاط لحركه الامعاء، والالياف بتظبط لي حاجتين، السكر وتساعد لي في علاجهم، بالاضافه اللي هي بتظبط معايا شويه الى حد ما الضغط اللي بتمتص جزء من الدهون وبتطلع بيها مع الاخراج. نعم.